أعزائي المشغلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة. فبعدما شاهدنا الجزء الأول من الحلقة 67 والتي رأينا فيها ظهور شخصية المافيا الذي كان يبدو متطورا في هذه الحلقة، وبعدها فجأة دار زعيم الكاميرا وزعيم السماعات الذي كانوا متضررين من المعركة التي كانت من قبل، وهنا أيضا ظهر مخترع المراحيض ويبدو أنها ستكون معركة حادمة. فاليوم راح شاهد معاكم الجزء الثاني من الحلقة 67 ونشوف إيش راح يصير في هذه المعركة. لكن قبل ما أبدأ يا جماعة الخير، تكفون يا جماعة لا تكتبوا تعليقات في الحلقات الذي لا أنزل فيها سكيبيدي. إذا كان في مقطع على سكيبيدي فعلقوا على حلقات سكيبيدي، إذا ما كان في مقطع على سكيبيدي أو في لعبة لا تعلقون فيها على سلسلة سكيبيدي. أوكي، أتوقع أنكم فهمتم الموضوع. وبس لا تنسونا من دعمكم الأسطوري، وخلونا نشاهد الحلقة مع بعض على طول. أوكي، هذا هو زعيم المرحل مخترع الماهر. أوكي راح أقتلك. يلا يلا بدأت الحرب. بسم الله، اكتو على جدو يرحم امكم، اخدو على جدو هذا الزعب. لا 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 لا، اوكي يقطع ام الحالة. هذا الشيخ هذا عنده جميع الاسلحة. ابلع. ايوه والله صار. يا ساتر، لا تقول لي راح يقتلهم الاثنين. ابلع اوكي الجليتش المغامر. ايش صار؟ اوش يعني وقفوا. طيب يلا يا ساتر. هاد جيمان يا جماعة، حتى الجيمان حضر هنا. طيب ايش دقيقة، ايش قاعد يصير؟ كان عنده سماعات وبعدين تلفاز. مين جاءت التلفاز؟ مستحيل. لا والله تكفى، مستحيل. مين اجى التلفاز ده؟ وكيف يعني رجل الكاميرا زعيم الكاميرات قطع راسه على طول؟ طيب يا جماعة الخير، خلونا نحلل هذه الحلقة ونشوف ايش الاشياء الغريبة هنا. اول شيء شاهدناه واللي شاهدناه في الحلقة الماضية ان زعيم الكاميرات قام بحركة انه راح يقطع رأس المخترع المراحيض، بس في هذه الحلقة يا جماعة الخير شفنا شيء مغاير، انه زعيم الكاميرا هذا هو اللي انقطع رأسه. طيب وهنا زعيم السماعات هو اللي بدأ المعركة هذه، بس ما جرى شيء يا جماعة الخير للمخترع. المخترع المراحيض هذا كان عنده جهاز في رأسه، والجهاز هذا صغير لكن يعني اقوى من السلاح الذي كان يحمله زعيم السماعات، ونفس هذا السلاح الموجود على رأسه استعمله مع زعيم الكاميرات الذي اراد ان يقطع جزء من مخترع المراحيض، لكن استعمل هذا السلاح وكان اقوى يا جماعة الخير. يعني اسلحته صغيرة وقوية، وهنا استعمل مكبر الصوت هذا الذي كان مدمر يا جماعة الخير. طيب وهنا يا جماعة الخير زعيم السماعات قام بحركة ذكية انه فجر السلاح الذي كان بجنب رأس مخترع المراحيض، لكن كان يمكن زعيم السماعات انه يقطع رأس مخترع المراحيض. ليش يعني دمر السلاح ذاك بس؟ اخرج السلاح الذي كان يشبه تماما السلاح الذي شفناه في الحلقة او الجزء الاول من حلقة 67 والذي كان يظهر على المافيا التواليت، وايضا هذه اليد التي تشبه اياد العنكبوت لاحظناها في الحلقة او في المرحاض الذي كان يواجه زعيم التلفاز، ولاحظناها في هذه الحلقة او في مخترع المراحيض لاحظناها كثيرا. يعني عنده 3 ايادي او 4 ايادي من هذه الايادي العنكبوتية. وبعدما اطلق القذيفة تفجرت على زعيم السماعات، وكان في يعني القذيفة هذه السم او حمض النووي الذي ادى الى ضرر على زعيم السماعات وقضى على سلاحه تماما يا جماعة الخير. وهنا ولأول مرة استعمل السلاح الذي موجود في وسطه او الطاقة المركزية الذي موجودة هنا، وهي اخر سلاح موجود عند زعيم السماعات. ما عنده اسلحة، ما ادري يا جماعة الخير ليش ما طوروا زعيم السماعات ما نقى يا جماعة الخير، لانه يملك سلاحين او 3، ما عنده اسلحة اخرى يا جماعة. وهنا تفجرت البراميل النووية، لكن لم يحدث شيء لمخترع المراحيض من هذا المحلول النووي، لاننا لاحظنا في الحلقة الماضية انه هذا الحمض او هذا السائل تسبب بضرر كبير على مافيا التواليت، لكن في هذا المخترع لم يحدث شيء. انا اتوقع انه مزيف وهو مجرد روبوت، لاننا رأيناه في هذه الحلقة
يعني أنه كان ميت نوعا ما، يعني ما كان يحس بأي ضرر، وهو أتوقع أنه مزيف. طيب، وهنا في نفس المشهد نلاحظ أن اليد الأخرى أو اليد العنكبوتية الأخرى ظهرت هنا، هو قذف الليزر مباشرة إلى مركز الطاقة الموجود على زعيم السماعات، وهذا أدى إلى قتله. أتوقع أنه مات أو تضرر كليا على المركز الذي موجود على نصفه. وطبعا بعد هذه الضربة لم نرى زعيم السماعات، لم نره في هذه المعركة بعد هذه الضربة. هنا قطع زعيم الكاميرات اليد هذه أو الليزر هذا، وهذه اليد يا جماعة الخير ما زالت تتحرك، ما زالت حية، يعني لم تتأثر بهذا القطع. وهذه هي اليد يا جماعة الخير مجددا عادت لتحمل السلاح النووي، يعني أتوقع أنه عنده يدين من هذه الأيادي العنكبوتية وهي تخرج الأسلحة، يعني عنده أسلحة كثيرة في المخزن الذي موجود على ظهره، لكن هذه الأيادي هي التي تخرج هذه الأسلحة. وهنا ظهر مانيجا المغامر يا جماعة الخير، الجليتش، لكن هنا يا جماعة الخير لم تؤثر أي ضربات على مخترع المراحيض، وهنا استعمل مكبر الصوت ليوقف الجليتش هذا. وطبعا أنا ذكرت في تحليلي في الحلقة الماضية أن الجميع ذهب إلى مختبر التلفاز، لكن المغامر لم يذهب إلى هذا المختبر وذهب إلى منطقة أخرى، وأنا ذكرت أن هذه المنطقة هي المنطقة التي راح يتواجه فيها زعيم الكاميرات وزعيم السماعات مع مخترع المراحيض. هذا المغامر يا جماعة الخير لا تقلقوا ما مات، بس يمكن أن تضرر الجهاز الذي كان يحمله أو المرحاض الذي كان يحمله تضرر كثيرا، لكن مخترع أو مغامر يعني لم يتضرر أو لم يمت في هذه الحلقة. والغريب يا جماعة الخير في هذه المنطقة كلها لم نرى العميل السري، يعني أنا عدت هذه الحلقة أو هذا المشاهد كلها لكني لم أرى العميل السري موجود هنا، يمكن أنه في مكان آخر أو هو يشاهد من بعيد. طيب، وبعدها يا جماعة الخير زعيم الكاميرات قام بالقضاء على العين هذه أو هذا الليزر، قام بقضاء عليها بالمنشار، لكن ليش ما خرج دم؟ لأن لاحظنا في الحلقة الماضية أنه المنشار هذا لما قتل به المرحاض ذاك خرج دم بعدها، لكن هنا لم يخرج دم، يعني هذا المخترع المراحيض مجرد روبوت أو هو مزيف. وبعدها ظهر الجيمان يا جماعة الخير، هذا الجيمان أتوقع أنه هو الجيمان الحقيقي، لأنه يعني في اختراعات كثيرة وفي أسلحة كثيرة موجودة عليه. فنلاحظ هنا يعني نفس المركز الطاقة الذي كان موجود على زعيم التلفاز هو نفسه لكن باللون مختلف، يعني هذه التطورات موجودة على الجيمان الآن متطورة كثيرا يا جماعة الخير، لأنه حصل على مركز طاقة مثل الزعماء، وهذا مرعب يا جماعة الخير. طيب، وهنا نلاحظ أن عين المخترع المراحيض تماما روبوت، هي عبارة عن روبوت يا جماعة الخير، ما هي حقيقية. ونلاحظ هنا يعني كمية الضرر التي حصل له عند انفجار براميل النووي التي انفجرت وحرقت وجهه تماما يا جماعة الخير. وأيضا لاحظنا شيء غريب، أن مخترع المراحيض هذا أخرج جهاز أو أخرج لسان حديدي وأخذ الواقي الذي كان يوقي به زعيم الكاميرات من أشعة التلفاز، ونفس هذا اللسان الموجود على مخترع المراحيض هو نفسه الموجود على الطفيليات التي كانت من قبل. وأتوقع يا جماعة الخير أن مخترع المراحيض بعدما نجح في اختراع الطفيليات وطبقه تماما على مخترع المراحيض الجديد هذا، واخترع يعني طفيلي كبير وهو مخترع المراحيض نفسه يا جماعة الخير، ويعني أضاف إليه أسلحة جديدة وأجهزة جديدة أخذها من زعيم التلفاز. طيب، وبعدما أخذ الزجاج التي تحمي زعيم الكاميرات أظهر لنا التلفاز الذي كان موجود خلف مكبر الصوت. بس يا جماعة الخير هذا التلفاز من أين أتى هذا التلفاز؟ أننا لاحظنا أن زعيم السماعات لما كان مهكر قام باللحاق بزعيم التلفاز، فيمكن أنهم لحقوا به حقيقة وتم القبض عليه لأنه لم يكن يرى شيء زعيم التلفاز، فيمكن أنهم أخذوا شاشته وأخذوا كل شيء. لكن يشغلب من هي الشخصية التي رأيناها في مختبر التلفاز؟ فهذا السؤال يا جماعة الخير يمكن غريب، لكن يمكن أن يكون شخصية مختلفة عن زعيم التلفاز، يمكن أنها شخصية متطورة أو شخصية ضخمة من شخصيات التلفاز، يمكن هذه نظريتي يا جماعة الخير، لأن هذا التلفاز الموجود على مخترع المراحيض يعني يبدو غريبا. نلاحظ أو نسمع نفس الصوت زعيم التلفاز يا جماعة الخير، نفس صوت شاشته، وهذا الصوت يا جماعة الخير لما كان يطبقه زعيم التلفاز على المراحيض كانوا يعني يتم تهكيرهم أو يتم تنويمهم مغناطيسيا وقوموا بقتل أنفسهم، وهذا نفس الشيء ما حصل مع زعيم الكاميرات، يعني تم تنويمه مغناطيسيا وقام بالقضاء على نفسه مباشرة يا جماعة الخير. فأتوقع أن زعيم السماعات تضرر كثيرا في مركز طاقته ولم يستطع المساعدة، فأتوقع أن زعيم الكاميرات رح يقوم بأخذه أو رح يقوم بالسيطرة عليه وأخذ أجزائه كلها،
فهذا غريب يا جماعة الخير. فاعطوني توقعاتكم ونظريتكم في التعليقات يا جماعة الخير عن ماذا سيحصل في الحلقات القادمة. فأنا أتوقع أنه راح يظهر لنا شخصية جديدة عملاقة من زعماء التلفاز. ولا تنسونا طبعا من دعمكم الأسطوري، وشوفوا في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.